استاذ محمد المكتب وياك، انت تسمعني؟ اسمعك عمي نوري. تمام. شكو ماكو؟ شدي يصير يمك؟ اكو شيء جديد؟ تمام. لا عمي نوري، انا دا افتر المكان اللي باقوا بيه التاكسي، بس ماكو اي تطور بالوضع. تمام استاذ محمد، انت افتر شويه وبعد اذا ما صار شيء ارجع. اتهمت. تمام. استاذ محمد المكتب وياك، تسمعني؟ تمام. اسمعك عمي نوري. تمام. اكو شيء جديد؟ تمام. ماكو اي شيء عمي نوري، ماكو احد، والبنزين راح يخلص، دا افتر على الخالي بلاش، راح ارجع على المكتب. تمام. ارجع استاذ محمد، ارجع ننتظرك. تمام. هاي دي صار اخويا، ليش دعنا سيارتي هيجي؟ شنو ما تعرف السوق؟ اخوي اعذرني، صدقني فقدت السيطرة على السيارة. بس انت دعمتوني، شوف السوي. بس لا تخاف، احنا راح ندفع لك كل التكاليف ولا تدير بال. اي بس اكو هواي ضرر، شلون راح تدفع؟ لا ما بيها شيء، بس شوية شخطة هنا أنا وهذا. لا عيني شنو شخطة؟ ما شنو ضربة شلون هي؟ تعال وياي، راح اتفاهم وياك، ادفع لك التكاليف، تعال. تمام لا عاد اجي وياك. اوف ولك تعال وقف، تعال وقف، باقي التاكسي مالتي وقف، تعال. ما دام راح، وقف وقف، التاكسي مالتي وقف ويا معودين، ولك انت. يلا يقولون اهل التكاسي مفتحين باللبن، يلا خلينا نشوفهم. اذا تريد خلينا نسولف براحتنا بهذا الموضوع، شو تقول؟ لك عن مين طلعت انت؟ ها نطبق على اليمين ونحكي. تمام تمام عم، راح اطبق على سطح. نزلوا. ويلي يا ويلي، دا ينهزم دا ينهزم. لك تعال. عم في عليك حج نعمان. تعال 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 لك تعال، لا تنهزم. تعال 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 تعال. اخويا بعد ما اسويها والله. اسكت لك. لا يلا خل نوديها على مركز الشرطه. ماشي عمي نعمان، خابر ست نجات بسرعه وبشرها، قولها لزمناهم. علاوي. نعم علاوي. الو خاله نجات، ابشرك على الخير، كمشنا الحرامي ورجعنا سياره. ايش بدك تقول؟ صدق تحكي علي؟ شكو كامشين الحرامي استاذ نوري. انا مو قلت لك الا ما يكمشوهم بالاخير. شو لك تعطيني التليفون؟ اعطيني. الو ست نجات. تمام احنا كمشنا الحرامي وبعد نص ساعه راح نكون بمركز الشرطه، انتوا همين تعالوا هناك. تمام تمام هسه اجي سنان، راح المركز الشرطه. يلا دروحي. شلون لزمتوا هذا؟ والله سيدي ماكو اسهل منها، سوينا لهم كمين ووقعناهم. كان مثل الدجاجه سيدي. نعم سيدي تفضل. نجات هذا هو الحرامي اللي باك سيارتك. ها ايه هذا كان، شوف علي وين صاحبك. ها هذاك انهزم من ايدينا، بس لا تخافين لزمنا راس الخيط والباقي سهل. قول لي يلا وين تاكسي ست نجات؟ ها احكي لك احكي لك ما تحكي. انتوا لا تنسون انتوا بمركز الشرطه. سنان تعال هنا، احنا عندنا محل بالسوق والتاكسي خالي هناك، هسه تجي ويانا وتشوفنا الطريق. ست نجات انت هم تعالي ويانا. انا مجي اساعدكم بشي. تمام يلا خلنا نروح. يلا امشي شوف شي. يلا استاذ محمد. شفت شلون طلع كلامي صحيح؟ ايش شفنا؟ دروح يا معود دروح. هاب باوع الكل على الخير ست نجات، واخيرا لقيتي التاكسي. تسلم. ايه لقيناه. على الخير ست نجات، على الخير. يلا سلامات. على الخير. على الخير خاله نجات. تسلم ابني. اخوان لو ما مساعدتكم انتو احنا ما كان لقينا السياره. اشكركم على وقفتكم وياي. لا ست نجات شنو الحكي، مو على اساس احنا كليتنا عائله واحده. طبعا عيوني. تسلمون. تسمحوا لي اني اروح انطي خبر النور، خطيه بقى بالها. زين تسوي. تعال استاذ تعال. ايش صار استاذ احكي لنا بالله. ايه وين لقيتوا هالسياره؟ لقيناها بمحل كان مخزن، وهم زين لقيناها لان كانوا راح يفصخوها ويبيعوها، هذول بلا شرف. تعرفون هذول يبقون حتى اللي يشترون منهم تفصيخ، المفروض ما حد يشتري منهم ابد، مو تمام؟ تاكسي الاماني حييك.